السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات، أرحب بكم عبر قناة عين التعليمية في هذا الصباح الجميل. هيا بنا نبحر في مادة لغتي. المرحلة الدراسية 3 الابتدائي، الفصل الدراسي 2، المادة لغتي، موضوع الدرس 6، أحب العمل، التقويم التجميعي، إعداد وتقديم الأستاذ سلطان الشمري. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، سنتعلم اليوم أولاً التعرف على كلمات بها مد بالألف والياء، ثانياً التعرف على همزتي الوصل والقطع، ثالثاً القدرة على قراءة النص، رابعاً التعرف على الترادف والتضاد. هيا بنا. عزيزي الطالب، تعلمنا في الدرس السابق ما أجمل العمل، الخط والتعبير، أحسنتم. قمنا بكتابة نهاية مغايرة للقصة، كذلك تعرفنا على أنواع الخطوط العربية الجمالية، وتعرفنا كذلك على فوائد الخط العربي ودور الخط في حفظ تراث الأمم وتدوين الكتب، كذلك من الخطوط خط النسخ، الرقعة، الثلث، الديواني. هيا بنا نجيب عن السؤال التالي. أكون من الكلمات الآتية جملة ثم أكتبها: جد، حصد، زرع، من، ومن وجد. جد، حصد، زرع، من، ومن وجد. ما الإجابة؟ هيا بنا يا أحبة نقوم بعملية دمج هذه العبارات ونستخرج جملة مفيدة. ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر. أحسنتم، إجابة رائعة. من جد وجد، ومن زرع حصد، إجابة رائعة وموفقة. عزيزي الطالب، هيا بنا نقرأ النص لمدة 10 ثوان. أترككم مع هذا النص قراءة بصرية سريعة، تفضلوا. لا يستطيع إنسان واحد استيعاب جميع الصناعات المتفرقة، فكان لا بد من أن يستعين بعضهم ببعض. نعيد: لا يستطيع إنسان واحد استيعاب جميع الصناعات المتفرقة، فكان لا بد من أن يستعين بعضهم ببعض. وقد قال الشاعر، ماذا قال الشاعر يا أحبة؟ هيا بنا نستمع. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض
وإن لم يشعروا خدموا. نعيد هذا البيت الجميل الذي يحوي قيم جميلة جدا: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فهذا يبذر لهذا قمحا يأكله، وهذا يخيط لهذا ثوبا يلبسه، وهذا يبني لهذا بيتا يسكنه، وهذا يصنع لهذا بابا يغلقه على بيته، وغير ذلك مما لا يكاد يدركه العدد من الصناعات والحاجات. نعيد ونركز: لا يستطيع إنسان واحد استيعاب جميع الصناعات المتفرقة، فكان لا بد من أن يستعين بعضهم ببعض. وقد قال الشاعر: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فهذا يبذر لهذا قمحا يأكله، وهذا يخيط لهذا ثوبا يلبسه، وهذا يبني لهذا بيتا يسكنه، وهذا يصنع لهذا بابا يغلقه على بيته، وغير ذلك مما لا يكاد يدركه العدد من الصناعات والحاجات. عزيزي الطالب، بعد أن قرأنا النص قراءة فردية وقراءة جهرية، السؤال الأول: نفكر، لماذا لا يستطيع إنسان واحد استيعاب جميع الصناعات المتفرقة؟ لماذا لا يستطيع إنسان واحد استيعاب جميع الصناعات المتفرقة؟ ما الإجابة؟ هيا بنا نفكر قليلا. أحسنتم، قال تعالى: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فهذا يبذر لهذا قمحا يأكله، وهذا يخيط لهذا ثوبا يلبسه، وهذا يبني لهذا بيتا يسكنه، وهذا يصنع لهذا بابا يغلقه على بيته، وغير ذلك مما لا يكاد يدركه العدد من الصناعات والحاجات. إجابة موفقة ورائعة. عزيزي الطالب، أصنف الكلمات الواردة في النص السابق حسب المطلوب في الجدول. نعيد: أصنف الكلمات الواردة في النص السابق حسب المطلوب في الجدول. أولا: كلمات بها مد بالألف. ما الإجابة يا أحبة؟ قبل أن نجيب دعونا قليلا نقف لتعود بنا الذاكرة إلى المراحل الدراسية السابقة. ما حروف المد؟ من يجيب يا أحبة؟ الألف، أحسنت. كذلك من يجيب؟ الواو، رائع. كذلك ما الحرف الأخير؟ الياء، رائع جدا. إذن ألف واو ياء. ما الإجابة يا أحبة؟ إنسان. نلاحظ السين حرف ممدود بالفتحة، سين، إنسان. نشبع الحرف ونقوم بمده، إنسان. نلاحظ هنا السين حرف ممدود، وهنا الألف ممدود بالألف. كذلك ما الإجابة الأخرى؟
ها يا أحبة، ما الإجابة الأخرى؟ أحسنتم، الصناعات، الصناعات. نلاحظ حرف النون حرف، ما الحركة؟ نلاحظ ما الحركة؟ الفتحة. حرف النون حرف ممدود، وحرف الألف ممدود بالألف. أحسنتم. كذلك ما الإجابة الأخرى يا أحبة؟ يكاد، يكاد. نلاحظ حرف الكاف حرف ممدود والألف ماذا؟ وهنا ممدود بالألف، يكاد، يكاد. أحسنتم. لنطلق العنان خارج النص الأدبي الذي قرأناه قبل قليل، من يفكر بكلمات تحتوي مد بالألف غير ما ورد في النص؟ لا بد أن نطلق الفكر ونطلق الخيال. ما الإجابة يا أحبة؟ حاء. نلاحظ حرف الحاء مفتوح وبعده ألف، حاء في له، حاء. نلاحظ النطق مرة أخرى، حاء والعلامة فتحة على الحاء وبعدها ألف، حاء في له. أحسنتم. كذلك باب، باب، باب. الباء فتحة وبعدها ممدود بالألف، باب. كذلك من الكلمات بات، صام، نام. كذلك صباح، عماد، عادل، عادل. نلاحظ العين مفتوحة وبعدها ألف. أحسنتم يا أحبة، إجابة رائعة ودقيقة. ننتقل إلى كلمات بها مد بالياء. كلمات ماذا بها مد بالياء؟ ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر، نعود إلى النص السابق. أحسنتم. استيعاب، استيعاب، استيعاب. أحسنتم. نعيد نطق التاء ونشبع التاء بالكسرة، استي، استيعاب، استيعاب. أحسنتم. التاء حرف ممدود وهو مكسور وبعده ممدود بالياء، استي، استيعاب. أحسنتم يا أبطال. كذلك ما الإجابة الأخرى؟ ما الإجابة؟ يستطيع، وأنتم تستطيعون يا أبطال، إجابة موفقة. يستطيع. نلاحظ حرف الطاء، نشبع حرف الطاء بالكسرة، يستطيع، يستطيع. أحسنتم. حرف ممدود وبعده ممدود بالياء. ما الكلمة الأخيرة؟ نفكر قليلا، نشاهد النص. أحسنتم. يبني، يبني. نلاحظ حرف النون، نشبع النون بالكسرة، يبني، يبني. أحسنتم. النون حرف ممدود والياء ممدود. أحسنتم يا أبطال. دعونا نقف قليلا ونطلق الفكر خارج النص الأدبي الذي في الكتاب. من يفكر يا أحبة، أعزائي الطلاب والطالبات، بكلمات بها مد بماذا؟ أحسنتم، بالياء. من يفكر؟ نفكر قليلا. ميل، ميل، ميل. أحسنتم. نلاحظ حرف الميم مكسور وبعده يا. أحسنتم. كذلك من الكلمات عيدوا، عيدوا. العين مكسورة. أحسنتم. العين حرف ممدود وبعده ممدود بالياء. كذلك من الكلمات جميل، سمير، عظيم، بصير. أحسنتم يا أحبة، إجابات رائعة. كذلك كلمات بها
همزة قطع. دعونا نقف قليلا، نقف، ما المقصود بهمزة القطع؟ وكيف تكتب؟ ما المقصود بهمزة القطع؟ وكيف تكتب يا أحبة؟ أحسنتم هي التي تنطق في بدء الكلام ووصله. أحسنتم إجابة رائعة وموفقة. مثل ماذا يا أحبة؟ أحمد، أحمد، نلاحظ تكون فوقها همزة، وأحيانا تلبس علينا القاعدة، تلبس علينا القاعدة. طبعا لابد من حفظ القاعدة، مواضع ذكر همزات القطع، ولكن في حال لم يعرف الطالب القاعدة نضع حرف الواو قبل أحمد، وإن برزت الهمزة في النطق تكتب همزة، وأحمد هنا نشاهد الهمزة برزت. لكن لو نشاهد في كلمة استيعاب مثلا في همزة الوصل، وس كأن الألف سقطت في همزة الوصل نطقا ولا تسقط كتابة، واستيعاب. أحسنتم. إذن أحمد، أبي، أخي، أمي، تحوي همزة ماذا يا أحبة؟ همزة قطع. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر كلمات بها همزة قطع، نفكر قليلا، نعود إلى النص ونشاهد، نفكر. إنسان، أحسنتم إجابة رائعة وموفقة. نلاحظ هنا إنسان، هنا همزة القطع في بدء الكلام إنسان، نلاحظ الهمزة رسمت تحت في الأسفل، كذلك همزة قطع. من يفكر يا أحبة؟ أن، أن، أن. ما القاعدة في الأحرف في همزة القطع يا أحبة؟ نفكر. جميع الأحرف قطع، نحفظ جميع الأحرف ماذا؟ قطع. عدا ماذا؟ من يجيب؟ من يجيب يا أحبة؟ أحسنت. ال، جميع الأحرف قطع عدا ال. ما الإجابة الأخرى يا أحبة؟ كلمات بها همزة قطع. يأكله، يأكله. أحسنتم إجابة رائعة وموفقة. نلاحظ الهمزة، الآن ننتقل إلى كلمات بها همزة وصل. كلمات بها همزة وصل، ما المقصود بهمزة الوصل يا أحبة؟ ما المقصود بهمزة الوصل؟ همزة تنطق ولا تكتب. همزة تنطق ولا تكتب، مثل استعانة، استعانة، استعن، كذلك الإجابات استيعاب الناس المتفرقة. كلمات بها تاء مفتوحة مثل بيت، الحاجات، الصناعات، كذلك كلمة هذا. نفكر بالإجابة، الخيارات، اسم موصول، اسم إشارة حرف عطف، الخيار الأول، اسم، اسم موصول، اسم إشارة حرف عطف. ما الإجابة يا أحبة؟ نفكر. أحسنتم، اسم إشارة، وهو اسم معرفة يشار به إلى شيء ماذا؟ معين. هذا للمفرد المذكر، مثل هذا خالد، هذا أبي، هذا أخي. وفي الختام
نسأل الله لكم التوفيق والسداد، وندعوكم للاستفادة من موقع قناة عين التعليمية عبر الشبكة العنكبوتية. كان معكم الأستاذ سلطان الشمري، وإلى اللقاء.